سيارتك بتتجسس على كل تحركاتك، تحسبها مزحة؟ لا، هذه حقيقة. سيارات اليوم زيها زي جوالك وأجهزتك الذكية الأخرى، نعم تتنصت عليك وتعرف عنك كل شيء، حتى بصمة إصبعك وعدد المكالمات اللي تجريها أثناء القيادة وكمان مع مين، وغيرها من المعلومات اللي ممكن تكون كثير خاصة وحساسة واللي يتم نقلها من غير قصد من الهواتف الذكية. فالسيارات الجديدة عبارة عن أجهزة كمبيوتر على عجلات. الصدمة إنه بعض الشركات تشارك معلوماتكم مع الجهات الرسمية إذا طلب منها ذلك. خبير التقنية عبدالعزيز حمادي بيعطينا معلومات أكثر وكيف نحافظ على خصوصيتنا في سياراتنا. هل فعلاً السيارات الذكية تتجسس علينا؟ وكيف؟ أي سيارة ذكية اليوم في العالم فيها عدد هائل من الحساسات. الحساسات غالباً تكون متصلة بطرف ثالث، طرف ثالث تشارك معه عدد هائل من البيانات حتى تعمل السيارة، مثل السيارات الذكية والسيارات الكهربائية أو ذاتية القيادة. فهل هذه السيارة تشارك بياناتنا؟ نعم تشارك بياناتنا، لكن تختلف الشركات في استخدام هذه البيانات. بعضها تستخدمها في سلوك تبيعها لطرف ثالث، وبعضها لا، تستخدمها لتحسين القيادة الخاصة بهذا الشخص. إيش تسوي الشركات بهذه البيانات؟ هل يتم استخدامها؟ هل ممكن اختراقها؟ ممكن الأخطر أنه هذه البيانات يتم عملية الاختراق لبياناتنا داخل هذه الشركة، ومن ثم تؤخذ وتستخدم استخدام سيء. كيف ممكن للشخص أنه يحمي خصوصيته في السيارات الذكية؟ الطريقة الأسلم هو أنك تفحص هذه السيارة. إذا كانت السيارة غير قابلة للتحكم في نوع البيانات اللي أنت يعني تستخدمها أو تشاركها مع الطرف الثالث، فالأفضل لا تشتري هالسيارة، لأنه سيكون إجباري عليك أنك تشارك هالبيانات في بعض أنواع السيارات. الأمر الثاني، قد يكون هناك تنظيمات مستقبلية نراها على مستوى الحكومات والدول تقيد من استخدام هذه السيارات في المنشآت الحساسة والأمنية وغيره، وقد يتم أيضا إجبار الشركات المصنعة للسيارات بأنها ما تجعل فيها أنظمة قابلة للمشاركة بدون إذن المستخدم. لكن للأسف السيارات الذكية قد تكون هي المستقبل، وقد يكون هو الخيار الإجباري للجميع أنه يستخدمه في المستقبل، لذلك بياناتنا قد تكون ملك لغيرنا.